السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغايه لجنه فض المنازعات، التجمع الخامس. الزوجه اللي انفصلت عن جوزها اللي كانت بتحبه وكانت بتعشقه وعندها منه ولاد، واتجوزت بعدها على طول بعد قصه حب تاني استمرت فتره قريبه او استمرت فتره بسيطه، بعدها على طول اتجوزت جوزها التاني على طول. ما علينا، قصه الحب التانيه بتاعتها اللي استمرت فتره مش قليله كانت نتيجتها برضو وجود اطفال صغيرة. تاني نقطة. تالت نقطة. طليقها رحمة الله عليه توفاه الله مرة واحدة. من كتر حزنها عليه حلقت شعرها بقت زلبطة. يعني بقت صلعاء زي ما بيقولوا. وحلقت شعرها تماما حزنا على طليقها السابق. الزوج اللي ما استحملش حاجة زي كده وجري على طول على محكمة الأسرة. كل ده علشان ما يتضررش في الجوازة بتاعته اللي هو اتجوزها، بمعنى علشان هي ما تطلبش عفش ولا تطلب قايمة ولا تطلب كذا ولا تطلب كذا. وقف قدام القاضي وقال له حلقت زربطة وبقت صلعة علشان حزينة على طليقها الاولاني. عفوا في الكلام، حضرتك ارتضيتي ان انت تنفصلي عن زوجك حتى ولو كانت فيه قصة حب ما بينك وما بينه رحمة الله عليه، احنا بنتكلم دلوقتي في العموم. بعدها اتجوزتي احد الاشخاص، راجل ملو هدومه المفروض اللي هو كده هو قدامك. المفروض الطليق ده او الراجل الاولاني ده حتى ولو في اطفال ما بينكم انتم الاثنين، هل المفروض تبقى في علاقة كلامية فقط لا غير، ولا المفروض العلاقة تنقطع تماما حتى بوجود الاطفال؟ طيب الزوج هيسمح بحاجة زي كده ولا مش هيسمح بحاجة زي كده؟ طب الزوجة تسمح لنفسها بحاجة زي كده ولا ما تسمحش بحاجة زي كده؟ اعتقد في حدود المعاملات الا وهو الاطفال اللي ما بينهم هما الاثنين، ولكن بخلاف كده اعتقد ان الموضوع منتهي تماما. ما علينا، توفاه الله وربنا رحمه في حاجة معينة، لان الموت برضو رحمة. تروحي تحلقي شعرك كله حزنا عليه؟ طب مشاعر جوزك ده راح فين؟ طب جوزك هتقولي له ايه لما هتعملي حاجة زي كده؟ طب ردك عليه هيكون ايه؟ وخلاف وخلاف وخلاف. رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ ورأيكم في الزوجة اللي بتقول ان هي حزنت قوي على جوزها علشان كده قررت، او طلقها علشان كده قررت ان هي تحلق شعرها تماما. هل الزوج صائب في كلامه ولا المفروض الزوج يبقى عنده حكمة اكتر من كده ويتريث برضو شوية؟ يمكن حزنت عليه من العشرة والمعاملة. رأيكم يهمنا في حاجة زي كده، علشان الموضوع ده بيتكرر كتير، مش بيتكرر بنفس المشهد الدرامي اللي احنا شفناه، ولكن بيتكرر في مشاهد تانية كل واحد غير التاني. رأيكم يهمنا وتعليقاتكم الأهم. سلام عليكم.